عسلامة. عسلامة. لباس. لباس. مرحبا. مرحبا بك مسيو. أنت مواطن تونسي متطوع، عضو مكتب جهوي في منظمة التربية والأسرة، وعضو كاتب عام جهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك. سامحني، مش تحكي لي مشاركتك فيش تتمثل معناها كمتطوع؟ عمل مجتمع مدني وتسمى ذي عمل خيري. كتب عام لمنظمة التربية والأسرة دعمنا الحاجيات الأولية الفاقدين السند وهم ذوي الحاجيات الخصوصية، ودعمناهم بالإعانات وبكل شيء. قديش نسبتهم؟ والله حسب التقريب. حسب التقريب 200-150 حسب التقريب. وعملنا التنسيق مع المؤسسات التربوية بحضور النائب السي عادل بذيه في سيدي حسين، بحضور تنسيق مع المديرين للسيات وكل شيء، يوم الدراسة وكل شيء، والحمد لله. قلت لي معناها في الخدمة هذية اللي أنت فيها متطوع، معناها تواجهوا في مشاكل؟ وخر شوي. يعني تواجهوا في مشاكل. نتواجدوا في، أنا والله ما عندي حتى مشكلة، الحمد لله نخدم مواطن تونسي وفي خدمة تونس في خدمة بلادنا، ما عنديش حتى مشكلة. لا مش أنت عندك المشكلة مسيو، في شخصك، نحكي المنظمة. والله لا عندها حتى مشكلة، المنظمة لا عندها حتى مشكلة، منظمة التربية والأسرة. قلت لي خاطر في الكواليس تواجهوا شوية مشاكل معنا. لا ما ثمش، ما أنا ما لاحظتش قدام ربي. شنو الحاجات، شنو البلوس اللي زدتوه في المؤسسات التربوية؟ والله دعا عملنا اتفاقيات شركات مع مع المدارس الابتدائية والثانوية والإعدادية. اي احكي لنا كيفاش دعمته. اتفاقية اتفقنا معه، وحتى اتفاقية مع الوزارة، كي السيد الوزير يعمل ندوة لحضر رئيس المنظمة، فهمتي، وديجا رئيس المنظمة يحضر معه، ثم الشراكة، ثم اتفاقية متفقين بها، الرحلات، مصايف، البرش. وشنو الهدف منها؟ عمل خيري وكهو الهدف هذا. عمل خيري وكهو. منظمة الدفاع عن المستهلك ليلى تنسيق مع وزارة التجارة الساعة دي في الحملات، في الاحتكار، في كيفاش في الاحتكار؟ الاحتكار ثم رجال أعمال، يعني طبعا أنا بسيبتي كمواطن تونسي نمشي ناخذ الزيت تو ماخذ دبوز زيت نتاع قطاني، ما خذته في جيبي ب 10 ب 5000، ما لقيتش الزيت العادي. 5000 في بالنا أغلى. 8000. لا إيترب 5000، ما نعرفش ليه. إيترا نحكي ولا إيترا؟ إيترا 5000. منين؟ خذيتها من تونس من هون. أي دونك أنتم شنو هو دوركم؟ دورنا في خدمة تونس، نتعاونوا مع بعضنا ونخدموا بلادنا ونخدموا تونس، وهذا دورنا هذا. أنتم كمنظمة معناها تنجموا تحاربوا الاحتكار؟ نحن كمنظمة يجيني مثال مواطن عنده شكايه يقول انا حانوت باع لي الزيت بكذا كذا، نحن نعيطوا للمول الحانوت، مول العطريه، السيد علاش بعتوا له الزيت؟ هذا دوركم انتم كمتطوعين في المنظمه هي. هذه دوره، يعني تنسيقنا ما بين المواطن والمواطن، نطلبوا معاه الصلح، ما كانش القضاء فيصل ما بين الناس كل. احكي لي على المواقف اللي صارت معاكم هكا. هذه المواقف تصير برشا شكل. قداش من موقف صار معاك؟ والله ما نحسبش في كتيف، ما نتذكرش. اي نحكي لك السكر، نحكي لك السميد، نحكي لك انا نلاحظ في المجازينات جنرال العباد شاده بالصف، ونقول يعني كل شيء فقد. اي توا حسب معناها مهنتك هذيا وكل شيء، شنو المواد، اكثر المواد الغذائيه المفقوده؟ المواد الغذائيه السميد. أي. الزيت. الفرينه موجود. الفرينه موجود. أي. السميد، الزيت. الزيت تحكي على المدعم. على المدعم. هذاك تفقد جمله؟ تفقد جمله، انا ما خذيتش حتى. شنو اخر؟ الروز. الروز والله ما انا الروز ما نعرفش، الحليب قالوا تفقده بعد ظهر الحليب. انا اشتريت الحليب، موجود الحليب. انتوما كمنظمه تحاربوا مثلا البيع المشروط. كيفاش البيع المشروط؟ البيع المشروط مثلا ما تاخذ حليب كان ما تشري معاه ياغورت ولا جوي ولا فازا. سمعت انا تشكيات، جتني شكايه كيما هكا، ما يشتري الحليب
ما يقولوا اشتري اليوغورت واشتري الخبز ولا اشتري حاجه اخرى، يعني ولد ما رايكم انتم كمنظمه معناها كمنظمه نحن يعني. عيطنا على برشا مسؤولين بصفه رئيس المنظمه، عيطنا على برشا مسؤولين من مواطن والتاجر فهمت، ونبهنا عليه قال ما عادش نعاود الحكايه هذه وكل شيء، يعني ما ثمش اثباتات باش تثبتي عليا فهمتي ولا ما ثمش اثباتات. هل نجمتوا توصلوا لنتيجه انكم معناها تقضيوا عليها الظاهره هذه؟ ان شاء الله ان شاء الله. فما حاجه في ثم حاجه ثم ان شاء الله ان شاء الله. التنسيق مع التجاره والتنسيق مع الامن ثم حاجه ان شاء الله. والمواطن انتم معناها كمنظمه كيفاش ينجم يتواصل معاكم باش يقول لكم هل عندكم رقم هاتف؟ عندنا رقم تليفون. والله التليفون مش يحافظه، ديجا مكتوب على الانترنت وكل شيء، تواصل معنا المكلف بالشكايات وكل شيء هو عضو معنا يعطي الاتصال، انا بصفتي كاتب عام نعمل تقارير وكل شيء، ينشق رئيس المكتب الجهوي مع المواطن مع التاجر ومع المواطن فهمتي ولا، ونعدوا تقاريرنا وكل شيء. تقاريركم لوين تتعد؟ والله تقاريرنا يجينا الشكوى، هي الشكوى تجيكم الشكوى باهي الشكوى، نعيطوا للتاجر ونعيطوا للسيد فهمتي ولا، كانت فاهم ونبه عليه هو التزم على روحه السيد ان شاء الله. نحن ما عندناش سلطه باش فهمتيني، ما عندناش سلطه، منظمه معناها خيريه خيريه كذا هكا اهو. الهدف منها انكم معناها تدافعوا على المواطن على المستهلك. على المستهلك، ندافعوا على المستهلك. فهمتك. باش تنصح التجار يحترموا القوانين اللي هي قوانين اللي يبيعها يحترم قوانين بالفاتوره بكل شيء، نقولوا طماطم ب 900 فرنك عطيتك مثال يعطي بها ب 900 هذا انا نعرف. يعني لازم يبيع حسب التسعيره القانونيه يمنع البيع المشروط، هذا خاطر بالحق ولينا نشوفوا فيها هذا حسب ما سمعنا يمنع البيع المشروط. اي بديتوا تقضيوا عليها ظهر هذه ولا؟ والله انا شوف بدينا بشوي 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 ان شاء الله. قديش عندكم تو؟ ولا احنا تو عندنا تو الهيئه الجديده عملناها عندها 6 شهور 7 شهور. جدد يعني؟ جدد. كيفاش جات الفكره هذه؟ والله نسقنا مع التجاره ونسقنا مع كل شيء، وكل واحد من اعضاء المنظمه عنده اختصاصه. شؤون اجتماعيه، اللي بالشكايات، اللي بالاعلام، ديجا انا ما نجمش نتدخل غير كي تعديت قلت لي كل واحد له الاختصاص. اما مهم انك تعرف بالمنظمه نتاعك هكايا في الاعلام، يعني برشا باش ينجموا ان شاء الله يتواصلوا معاكم. يتواصلوا معنا، مرحبا بهم في اي واحد. نخلي لك الكلمه الاخيره. خدمه تونس هذه يموت عليها. ولاد تونس والبلاد اختار جالها اذاعتها.